ازيك يا جماعه؟ النهارده في حلقه جديده هنا في ستيفلر رياكشن على هوم سينما. رجعنا فيديو جديد وحلقه جديده، والتريلر اللي احنا هنعمله رياكشن النهارده هو الفيلم اللي اتاجل بقاله تقريبا 3 4 سنين، الفيلم الحربي، هو فيلم السرب. الفيلم من تاليف عمر عبد الحليم ومن اخراج احمد نادر جلال ومن بطوله احمد السقا وعمر عبد الجليل وهند صبري ومصطفى فهمي وشريف منير ودياب واحمد حاتم وكريم فهمي واسر ياسين ومحمود عبد المغني ومحمد ممدوح وممثلين كتير فشخ في الفيلم ده. الفيلم انا لحد دلوقتي اصلا انا ما اعرفش الفيلم ده اتاجل ليه اصلا، يعني انا ما عنديش اي ادنى فكره. الفيلم ده كان المفروض ينزل 2020 او 2021، فالفيلم فضل يتاجل من ساعتها، ما عنديش اي فكره ليه. احنا لحد النهارده في 2024 الفيلم لسه ما نزلش، فهو نزله اوفيشال تريلر من كام يوم، فمفروض ان هو يعني خلاص، يعني المفروض الفيلم هينزل تقريبا يا اما اخر الشهر ده او هينزل حاجه من الاثنين، يا هينزل اخر الشهر ده يا اما هينزل في العيد الكبير. وانا شايف من وجهه نظري الفيلم ده علشان ينجح، عشان ينجح سواء فيلم حلو او وحش وات ايفر بقى، المفروض الفيلم ده ينزل فعلا الشهر ده، لان انا شايف من وجهه نظري لو الفيلم ده هينزل في العيد، الفيلم ده ما اعتقدش ان هيبقى له، يعني مش هيبقى فيه اقبال جمهوري كبير، لان في العيد الاضحى المفروض ان في افلام كتيره هتنزل، ما بينها فيلم ولاد رزق، فولاد رزق ده تقريبا المفروض ان ده غالبا موست بروبلي بنسبه 90% ده هيكون اعلى ايرادات في العيد. فانا شايف الفيلم ده سواء حلو او وحش انا شايف لو نزل في العيد هيتظلم جدا. طبعا كالعاده ما اشوفش التريلر ولا مره، اشوفه معاكم دلوقتي لاول مره فيلم السرب وهو الاوفيشال تريلر. احنا كنا عاملينه قبل كده على فكره تيزل تريلر، بس الكلام ده كان من زمان قوي، ده تقريبا بقالنا فيه ايه، اول لما نزل من 3 سنين تقريبا او من 4 3 سنين اي ثينك سو، يعني عملنا له تيزر رياكشن من 3 سنين. فنزل الاوفيشال تريلر النهارده وتقريبا ده خلاص، ده هيكون اوفيشال تريلر، ما اعتقدش ان هيبقى فيه تريلرز ثانيه هتنزل يعني. فطبعا كان انا ما شفتش التريلر ولا مره، اشوفه معاكم دلوقتي اول مره فيلم السرب، يلا بينا. واحنا برضه اللي بنخلص اسعد الحمراوي وخليفة المسلمين اللي جاي. وهنم توكلنا على الله. الخردة بالسلاح اللي عليها. انا جاهز يا فندم. على خزنتك. اللي فيكم عايز يسلم نفسه لكلاب النار اللي بره اهو. الشخص هذا نصاب. الله اكبر. لازم العالم كله يعرف ان العشرين مصري دي ما يطلعش عليه صوت. اخير يا فندم. خاين القدس، انتوا عندكم ايه الاخبار؟ اي ما هتروحوا كلكم؟ اوكي فيلم السرب، فيلم هينزل يوم 1 مايو، وده اللي كان انا بعد ما دورت انا شفت ان الفيلم ده هينزل يوم 1 مايو، فالشهر الجاي وعليكم خير الفيلم ده هينزل. مش عارف يعني، لا متفائل ولا متشائم من الفيلم، يعني حاسس ان الفيلم ده يعني نوت فور مي بصراحه، يعني مش عارف، يعني حاسس ان الفيلم تقنيا هيكون جامد، يعني حاسس ان اخراجيا هيكون جامد ومشاهد الاكشن فيه هتكون جامده، بس مش عارف اذا كان هتفرج عليه ولا لا بصراحه. الشهر الجاي لو مفيش افلام تانية هتنزل سواء انجليش او عربي ممكن يبقى له ليه الاولويه ان احنا نتفرج عليه، واي نوت يعني. بس يعني التريلر مش وحش، شغال يعني، ودي احداث حقيقيه حصلت معانا، بس اوفر اول يعني مش عارف، يعني انا ابتديت بصراحه ازهق من الافلام اللي فيها حرب والكلام ده كله. ف بس الفيلم ده المفروض ان هو مؤجل، وانا مستغرب فشخ يعني، ما اعرفش هو الفيلم ده اتاجل ليه، يعني اكيد في سبب، يعني ده اكتر حاجه، يعني ده اكتر حاجه عليها علامات استفهام ان ليه الفيلم ده اتاجل كتير، يعني مش فاهم، يعني مش قادر افهم. ف ما اعرفش يعني، انا نسبه ترقبي للفيلم هي 6/10، ما اعرفش اذا كان هشوفه ولا لا، هعمل له ريفيو ولا لا، بس يعني زي ما قلت لكم لو هو فعلا هينزل الشهر الجاي في 1 مايو ومفيش اي افلام تانية هتنزل مثلا انجليش او عربي كويسه، يعني اكيد هيبقى له الاولويه اكتر يعني الفيلم ده،
خصوصا ان في ناس كتيره جدا مستنيه الفيلم ده. انا ما مش عارف يعني هشوفه ولا لا زي ما قلت لكم، بس يعني موست بروبلي زي ما بقول لكم الشهر الجاي لو مفيش حاجه ممكن ابقى اتفرج عليه يعني. بس ما عنديش حاجه تانية اقولها عن فيلم السر. اتمنى الحلقه تكون عجبتكم، ان شاء الله اشوفكم في فيديوهات ثانيه قريب. ما تنسوش تعمل سبسكرايب لايك وشير لو الحلقه عجبتكم، ما تنسوش برده تعمل سبسكرايب للشانلز الثانيه اسمها هوم الون وتيك تو، هسيب لكم اللينكس في الديسكربشن. ولو حابين تعملوا فولو لايك على فيسبوك وتيك توك وانستغرام برده هسيب لكم اللينكس في الديسكربشن. وباي باي.